بسم الله الرحمن الرحيم. لقد قامت كتائب الفاروق، كتيبة أبو بكر الصديق، سرية المهام الخاصة بالقبض على هذا الشبيح. أنا شبيح جميل أحمد من قرية العرن، حوالي السفيري، منطقة السفيري، مجند من قبل مفرزة أمن العسكري بمحردة. سلمت العسكري عقيد من قامشلي، إجا ابن خاله وواحد تاني معه مسيحي بالسيارة لياخدوه من عندي مشان يشكل فرار ويروح لعند أهله. فقمت أعطيت هالمعلومة لأمن العسكري وسلمتن عقيد.